إذا فهمنا مشكلة النقرس بتيجي إزاي يبقى أنت كده بتتفاداها، وإذا جت وعندك مشكلة النقرس يبقى على الأقل هتعرف تتعامل معاها. فحاول تركز معايا الخمس دقايق اللي جايين دول علشان مصلحتك ومصلحة فراخ. أول نقطة، الإنسان مننا لما بياكل لحمة كتير بيقولك بيجيله مرض النقرس. الفراخ برضو لما بيزيد عندها نسبة البروتين من خلال الصويا مثلا الزيادة، لو زادت نسبة البروتين فبيزيد المنتج النهائي لهضم البروتين هو اليوريك أسيد. اليوريك أسيد لو زاد عن قدرة الكلية على إخراجه بيرجع يترسب على شكل أملاح الكالسيوم أو الصوديوم على أسطح الخلايا أو الأمعاء أو الكبد، يعني بيرجع يترسب داخل الأحشاء بتاعة جسم الطائر. أو إن ممكن يكون أنت الأكل المظبوط والبروتين مظبوط ولكن الكلية نفسها عندها مشكلة فمش قادرة تخرج اليوريك أسيد بشكل كافي فيتراكم ويرجع يترسب برضو داخل أحشاء الطيور. يبقى أنا النهاردة يا شباب لو عرفت إيه المشاكل اللي بتأثر على الكلية وتفادتها هعرف إن أنا اتلاشى مشكلة النقرس، او على الاقل لو عند الفراخ فيها مشكلة النقرس وعرفت ازاي ما زودتش الضغط والجهد على الكلية يبقى انا كده بعالج مشكلة النقرس. خلونا بقى ندخل على طول في النوع المشهور، ازاي نتفاداه وازاي نعالجه بشكل صحيح وبحكمة، لان اذا كان ينطبق كلمة الحكمة على صاحب العنبر او على الطبيب كانوا زمان بيسموا الطبيب حكيم، لان يعني محتاج حكمة مش مجرد علم. النقرس بقى من اكتر المشاكل اللي بيتضح فيها حكمتك وبيتضح فيها قدرتك على استخدام الحكمة في معالجة الفراخ. تعالوا نعرف ازاي وبمنتهى البساطة زي ما عودناكم، لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل حالا تشترك في القناة او تعمل لايك او تصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. الاعراض ايه بقى علشان تفهم اذا كان عندك نقرس ولا لا؟ الاعراض العامة ان الفراخ بتعرج، بتبرك، ما بتاكلش، حيويتها ضعيفة، نفسها مسدودة، ريشها كده منفوش، بتنشف، الفرخ تلاقيه بينشف، تمام، وبعد كده بيموت. لكن عشان تشخص كل الاعراض دي موجودة في يعني في امراض كتير، ما تقدرش ان انت تقول ايوه انا شفت الفراخ لكن عشان تشخص وتقول في مرض النقرس لازم ان انت تقص النافق وتفتح النافق وتلاقي اللي هيظهر لك على الشاشة دلوقتي صورة الاملاح اليوريت المترسبة على الامعاء او على القلب او على الكبد بالشكل الفظيع اللي حضرتك شايفه على الشاشة. الكلام ده بيؤدي الى خلل بقى في وظائف الامعاء والكبد والقلب، فتبدا الفراخ ان هي بقى ايه يعني لو ما ماتتش على الاقل وزنها ينشف او وزنها يقل وتبدا انها تقل في الوزن، ويبدا من هنا عداد الخساره يعد على حضرتك. طيب خلونا بقى يا شباب ندخل على الحل بسرعه، لو حصل مشكله النقرس نعالجها ازاي، او لو شاكك ان فراخك فيها نقرس تعمل ايه علشان الحاله ما تزيدش او الامور ما تتصعبش عليك. اول نقطه في العلاج يا شباب ان احنا ما نستخدمش كالسيوم زياده. طب ازاي يا دكتور؟ ما انت عندك الاملاح فيها كالسيوم فبلاش تجيب املاح فيها كالسيوم، او فيتامين د ما تروحش تجيب املاح فيها فيتامين د، يبقى انت تاخد بالك منك ما تزودش الكالسيوم او فيتامين د. كمان الصوديوم، يعني ايه الصوديوم؟ يعني ما تروحش تجيب مثلا بيكربونات الصوديوم، تمام، اللي هي البيكربونات، وما تحطش في الايام دي اي كميه بيكربونات صوديوم. ليه؟ لان الصوديوم بنفس المشكله بيأثر وبيترسب مع الكالسيوم وبيزود المشكله. يبقى انا النهارده هقلل الصوديوم والكالسيوم وفيتامين د، وممكن استخدم فيتامين الف لوحده او الفوسفور لوحده، تمام. النقطه الثانيه ان انا لازم اقلل البروتين. يعني بمعنى ايه اقلل البروتين؟ لو انا مثلا الفراخ عمر 15 يوم وفيها نقرس ما اروحش اكمل انا بالبادي لحد 20 يوم، على طول احول للعلف الخشن النامي لان نسبه البروتين فيه اقل، فكده اليوريك اسيد اللي بيطلع من هضم البروتين بيقل، فالجهد او الضغط اللي هينزل على الكليه هيقل، فانت كده بتعالج مشكله النقرس. ثالث نقطه يا شباب ان احنا نستخدم منتجات فيها غسيل كلوي ومنشط كبد او منشط كلوي كتير. النقطه الثالثه او النقطه الرابعه ان حضرتك ما تستخدمش مضادات حيويه بقى تاثر على الكليه، يعني ما تروحش تحقن جنتا مثلا، ما تجيبش دوكسي مثلا، بلاش الاستريبت والكوليستين لو حقن، يعني تبعد عن المشاكل اللي بتزود او الادويه اللي بتعمل ضغط على الكليه. المضادات الحيويه عامه يعني حاول ان انت يعني ما تستخدمهاش، او لو مضطر تستخدمها بالجرعه المظبوطه. طيب خد بالك في نقطه مهمه جدا، هو لما نسبه الميه في الدم او في الجسم بتقل تركيز الملح بيزيد، فلو الفراخ صامت من عطشت منك، لو الفرخ عطش منك كده نسبه تركيز الملح بيزيد فبيترسب اكتر. يبقى انا من الحكمه حضرتك ان انت ما تعطش الفراخ، وده بالتبعيه بيخليك تعمل ايه؟ يبقى بلاش برنامج اظلام، يعني دايما تخلي الفراخ في حاله شرب ان هي دايما الميه متوفره ليها وما يحصلش عطش،
فاوعى تعطش مثلا ساعه او ساعتين قبل اي دواء زي ما كنا بنعمل مثلا في الوضع الطبيعي. اوعى ان انت تعمل برنامج اظلام، اوعى تستخدم برنامج التحصين شرب. يعني لو في تحصينه داخله عليك مثلا عمر 11 يوم وفي مثلا مشكله زي النقرس، بلاش انك تشرب لانك هتضطر تعطش 3 ساعات. لا، امنع التحصينه دي، خليها رش، غيرها، خليها تقطير. المهم ان هي بلاش ان انت تعطش الفراخ. وفي كمان نقطة مهمة جدا يا شباب، ان ممكن يكون الفراخ كان عندها فيروس زي الاي بي او الجمبورو. الفيروسات اللي بتأثر على الكلية دي، تمام، ممكن ان هي تكون سبب لظهور مرض النقرس. فانت تاخد بالك لو ظهر فيروس زي الجمبورو او الاي بي، ما تستخدمش بقى ايه مضادات حيوية جديدة عشان انت، او ما تعطش بقى الفراخ كتير، او ما تعملش برنامج اظلام، علشان الموضوع بيبقى نظام تراكمي. يعني كذا سبب بيخش على بعض يدوك في النتيجة او في النهاية ان في مشكلة او اجهاد او جفاف على الكلية. اللي بيحصل كمان خد بالك ان ممكن النقرس يكون سببه من الفقاسة من الاول، او من الكتكوت في الاول حصل له جفاف. يعني لو عملية التفريخ كان فيها وقت طويل، او الكتكوت بات في الفقاسة، او في حرارة مرتفعة ورطوبة ناقصة فحصل جفاف، ده بيأثر وبيدمر خلايا الكلية بشكل جزئي انت ما تحسش بيها لعمر مثلا 10-15 يوم. او ممكن عملية النقل الكتاكيت وهي جاية مثلا الحرارة رفعت في السيارة او اتأخرت او فالكتاكيت عطشت فحصل جفاف، فبرضه بيأثر على الكلية ووظائف الكلية، فلا تستطيع انها تخرج اليوريك اسيد، وبرضه ممكن تحس بالمشكلة دي عمر اسبوع. اذا مشكلة النقرس هي ممكن تكون من اول الكتكوت والفقاسة، مرورا بقى بالتعطيش والتحصينات، مرورا بالعلف اللي فيه بروتين زيادة، او ممكن فيروسات زي الاي بي والجمبورو. اي حاجة او اي سبب يؤدي الى الجفاف، او ان الفرخ يعطش بزيادة، او ان الكلية يعني تتأثر وتجهد ويحصل لها دمار في خلايا الكلية، فبالتالي لا تقوم بوظيفتها من اخراج اليوريك اسيد. لو ما خرجش زي ما قلت لك في اول حلقة ايه، بيترسب بقى داخل جسم الفراخ وبيعمل لك الاملاح المنقطة او النقط البيضاء العاملة زي التباشير دي، سواء القلب او الامعاء او الكبد، وبالتالي النفق يشتغل، او على الاقل الكتكوت يخس في الوزن وينشف وتخش في مشكلة او مشاكل بعد كده اكبر من النقرس. احنا كده يعتبر تقريبا خلصنا مشكلة النقرس، ما عادش غير فكرة ان السعلف لو في سموم، والسموم زي الاوكرا توكسين مثلا دي بتدمر الكلية، برضو ممكن تسبب مرض النقرس. يبقى انا دلوقتي فهمت، احنا كلنا كده فهمنا ان اي حاجة هتؤدي الى دمار الكلية، او ان الكلية لا تخرج اليوريك اسيد، هتؤدي معايا لمشكلة اسمها النقرس. وشكل المرض زي ما هو ظاهر في الصورة قدام حضراتكم، عبارة عن ترسب للاملاح داخل جسم او احشاء الطائر او الفرخة، ولذلك الفراخ ما بتكبرش وبتبدأ ان وزنها يقل وتنشف وبعدين تموت. كل دي ادوات وحاجات انت نقط بتعملها علشان تتفادى ان المشكلة تزيد. ممكن يعدي عليك المرض ازاي؟ يوم في 2 في 3، نفق 20 في 40 في 60، وبعدين يرجع النفق يقل وانت تطلع من المشكله دي على خير، لو عرفت تعمل اللي انا بقول لك عليه ده. لكن في ناس تانية ممكن المشكله من 20 ل 60 ل 200 ل 1000، هوب تلاقي العنبر كله او نص العنبر طار، والنص التاني عباره عن فراخ سارده لا تسمن ولا تغني من جوع. وبكده يا شباب نكون لخصنا مشكلة مرض النقرس. أرجو اللي لسه عنده أي سؤال يكتب في التعليقات، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تنزل تعمل لايك علشان تدعمنا، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل حالا اشترك علشان يصلك باقي الحلقات. ويا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.